ورد لفظ الطاغوت في القرآن 8 مرات، فما معنى الطاغوت؟ الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كمجاوزة الحق إلى الباطل ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك. والطواغيت كثيرون، ولكن رؤوسهم 5 كما ذكر ابن القيم. أولهم إبليس لعنه الله، فإنه رأس الطواغيت، وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار. الثاني من عبد من دون الله وهو راض بذلك. الثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، وهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس وأنه مساو لما أنزل الله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.